النهارده رئيس وزراء تركيا المقبل علي يلدريم قال ان تركيا بحاجه لدستور جديد، وان من المهم او من المهام الاساسيه للحكومه الجديده هتكون تغيير الدستور لادخال نظام رئاسه تنفيذي. اصرار اردوغان على هذا الامر. يلدريم قال التصريح ده خلال مؤتمر حزب العداله والتنميه الحاكم بعد ما تم انتخابه رئيسا للحزب، لانه المرشح الوحيد وبالتالي اختياره لتولي رئاسه الحكومه. بعد كده يلدريم بيعتبر حليف قديم للرئيس رجب طيب اردوغان مؤسس الحزب، واللي طالب اكثر من مره بمنصب رئاسي له صلاحيات تنفيذيه. إصرار أردوغان لتولي منصب رئاسي يكون ليه صلاحيات تنفيذية. طبعا حضراتكم تعلموا جيدا أن رئاسة الوزراء في تركيا هي اللي فيها لها أغلب الصلاحيات في البلاد، فبالتالي عندما أصبح أردوغان من رئيس وزراء تحول إلى رئيس البلاد، منصب رئيس البلاد في تركيا هو منصب شرفي احتاج إلى المناصب التنفيذية اللي كان بيتمتع بيها لما كان رئيس وزراء، وبالتالي جاب رئيس وزراء الجديد علي يلدريم عشان يديله الصلاحيات بتاعته. أغرب حاجة أو أغرب خبر ممكن الواحد يسمعه إن رئيس وزراء يجي ومن أهم المهام بتاعته إنه يتخلى عن المهام الخاصة بيه، يتهمى عن مهامه لرئيس الدولة.